مشهور قاري الشيخ طيب دوام دام زكاتهم حرمين الشريفين کے اماموں کے انداز میں تلاوت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی এখন আমাদের সম্মুখে পবিত্র হারামাইন শরীফের ইমামগণের কণ্ঠে তাদের সুরে সুর মিলিয়ে সুরের মূর্ছনায় আমাদেরকে বিমোহিত করবেন আমাদের নন্দিত কারি কারি তৈয়ব জামাল দানবর খাওয়াত হমদারিয়া। সবসে পেলে মে মক্কা মুকাররমা কে ইমাম সাবিক ইমাম شیخ عبداللہ سبیل رحمہ اللہ کے انداز میں چند آیتیں تلاوت کروں گا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ أب إن شاء الله دكتور সাউদ ইবিন ইব্রাহিম আশ-শুরাইম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর-রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন ইহদিনা আস-সিরাতাল মুস্তাকিম صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ مكة مكرمة کے دوسرے امام شیخ عبداللہ ابن عواد الجوہنی۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. مکہ مکرمہ کے تیسرے امام شیخ بندر ابن عبدالعزیز البلیلہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. مکہ مکرمہ کے امام شیخ ماہر بن حمد المعاقلی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مدینہ منورہ میں بھی کئی سارے امام ہیں، شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی، شیخ سعد الغامدی، عبد المحسن القاسم. میں سعد الغامدی کی سنا کے اس کے بعد انشاءاللہ شیخ سدیس کی سنا کے ختم کرتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أبا آخر من إن شاء الله عبد الرحمن سدیس کے انداز میں پھر میں ختم کرتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الصفا والمروة من شعائر فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله